شخصية أي أب مصري مسؤول عن أسرة وشايف الناس بتعاني من إيه، ومفروض راجل بقال وبتاع، وشايف إن الناس بتشتكي من غلاء الأسعار وبتاع. فبنقول بقى، أنا بقترح إن بدل ما يبقى البيع بالطريقة التقليدية، إن هات كيلو سكر، هات 3 كيلو مش عارف رز، مش عارف إيه دقيق، هات اللي على قدك اللي يناسب احتياجك. احنا مشكلتنا في المجتمع المصري دلوقتي تطلع إشاعة إن الزيت هيغلى، يروح واحد جايب لك كرتونة زيت بركنها تحت السرير لحد ما تبوظ. طب ما أنت اللي استفدت بيها وحملت على ميزانيتك وحرمت ناس محتاجاها. طب ما بدل ما تجيب 5 كيلو هات ربع كيلو، هات 8 كيلو. أنت بتعمل بتحمر بطاطس النهاردة، هات اللي يقضي الأكلة دي النهاردة تناسب ميزانيتك، ما تعملش احتكار لسلعة في السوق، والكل يعيش ببساطة يعني.